مساء الخير عليكم الناس كامل، كيما موالف مالا نستناو يجي شويه الناس ونبارطاجي اللايف. نحي الصون بارك فوالا باش واحد ما يعيط لي ولا ما نسمعوش لي بروي تاع النوتيفيكاسيون برك. انا كنت بارطاجي اللايف رابيدمون يا جماعه سمحوا لي. طلعنا برك لا اللايف هذا مش حنطلع حتى واحد، كاش نهار تحب تطلع قول لي يا لافونس ماشي في نص اللايف. سمحوا لي يعني يا مش بعد يطلع نستنى باك نبارطاجي اللايف ونشوف شويه الناس. بارطاجيو اللايف يا جماعه ماذا بكم. راني نبارطاجي في اللايف برك ومن بعد ندخل ديريكتومون في السوجيات في لي سوجي تاع اليوم. يعني البارح درت لايف ديجا من البارح دونك ولو البارح تاني شرط ندير لايف بصح عاودته البارح. يا اخي الصوم مليح يا اخي. بارطاجي برك اللايف صبروني شويه في الجروب. راه مليح داكور نستناو برك يجيو شويه الناس. هيا بارك باش نتبارطاجا بارك اللايف سمحولي بارك راني نبارطاج فيه في الجروب. نقفل دي فونيتر باسكو يتعطل شويه لا كونيكسيون. هاي باك اون سكوند فوالا دونك رو مساء الخير عليكم الناس كامل. بونسوار الناس كامل مالا اللي راهي تتفرج دركا مادا بيكم بارطاجيو اللايف باش يزيو شويه الناس. راني بارطاجيت اللايف دركا في كلكو جروب دونك. البارح درت لايف على هضرت على قضيه السياسه الدوليه وفي على قضيه المغرب وليبيا لي سوجي اللي انتريسيو الناس على اكتواليتي انترناسيونال هضرت عليها. دونك المره هذه دونك نهضر ابوبلا على لي سوجي لي راهم دركا داكتواليتي يعني اون جينيرال. دونك ديجا
واش عندنا دقيقة بركة نعاود نبارطاجي لايف. فوالا دونك قلت لكم اليوم حنهضر بوكو بلوس على لاكتواليتي انترن اللي يحكيو عليها الناس. اول حاجة نبدا بالسوجي اللي داير بوليميك. بون انا ما نقيمهمش بزاف لي بوليميك اللي ما فيهمش فايدة، كيما اللي هي لا بوليميك تاع قالك الطفلة هذيك اللي جابت 19 سور 20 وقالكم كوا تمرمدت في لا ريزيدونس يونيفرسيتير، وصلت قالك كيفاش جايبه 19 سور 20 وتتمرمد بالطريقه هذه وباتاتي باتاتا، راكم تعرفوا. بون علاش ما نقيمهمش لي بوليميك هادو الناس اللي يحكيو الديسكور هذا، يعني في الديسكور تاع لي ريزو سوسيو، باسكو في لا رياليتي طول موند سون فو من الطفله دي، يعني مع كل احتراماتنا ليها والوالدين ما عبالو بها في رياليتي، يتشاطي برك يكتب برك فيسبوك ومن بعد يفوت الباس اوت شوز. دوك من عندنا كلكو جو دوك يفوتوها لا بوليميك هادي دوك يعديو اوت شوز كيما موالف. سيتادير سيتادير يعني لي بوليميك هادو يدوموا مام با سمانه ويموتوا ويفوتوا الحاجه اخرى، هذه توالفنا بها يعني. دونك انا واش نقول يعني من ناحيه المحتوى، نقول باللي واش نرماركي، لا قبل ما نوصل المحتوى من ناحيه الشكل، نقول بلي الناس اللي راهم يحكيو هكا يقول لك باللي كيفاش الطفله هذه جابت 19.20 سور 20 هاي من النخبه تاع البلاد ما تكونش الاز في لا ريزيدونس يونيفرسيتي، دونك هكا يقولوا هما. بصح ايماجينيو زعما ايماجينيو لو كان صرات العكس، لو كان زعما عاملوها بطريقه زعما سبيسيال، داروا لها معامله سبيسيال، داروا لها مدوا لها امتيازات لي زافونتاج لها هي سبيسيالمون بارابور لوخين، واش يقولوا الغاشي هادو اللي يحكوا كيماك؟ باسكو هما مادام داخلين في لا كريتيك بور لا كريتيك، واش يقول لك هما؟ يقول لك شوفوا، يقول لك سما كيفاش ماناش متساويين، وهي علاش ماهيش زايده على الناس، وحنا احنا تاني محقورين ما ديناش حقنا باتاتي باتاتا. سي نفس لي كريتيك اللي راح يقولك هكا هو نفس اللي راح يكريتيكيك من هنا، باسكو علاش لي خمو بلا لوجيك هادي ما عندهمش راي، اغلبهم ما عندهمش راي، ما عندهمش راي بالمعنى يكريتيكي غير باش يكريتيكي برك، تسمى يلقاها منا يروح يكريتيكي العكس، تسمى شغل عنده ريفلكس يكريتيكي بالريفلكس، يخمم بالريفلكس ويكريتيكي. سما لو كان الطفله هذه عاملوها معامله مميزه يقول لك حنا علاش حنا ما تعطيوناش حقنا، ماهيش زايده علينا، حنا كان عندنا حقوق، رانا محقورين، تحقروا الزوالي ديسكور هذاك. بصح هذه العفسه هذه او موان عطات لوكازيون باش الناس على ليميت نهضروا شويه على لي كونديسيون كاتاستروفيك اللي يعيشوهم لي زيتيديون يونيفرسيتير ريزيدون هذوك، او موان عطات لوكازيون باش يهضروا على السوجي هذا على ليميت. بصح لو ريست هي كيما قلت لكم، اذا باسكو هما مادام يكريتيكيو غير باش يكريتيكيو برك، ولا بروف سي كوا سي كو نفس الناس هادو تلقاه كل ما يخرج حاجه يجي يعكسها، ميم سي يعكس روحو بين لي دو. دوك نعطيكم دي زيكزامبل من بعد، يعني تاع كي نهضروا على قضيه لي سوبفونسيون لا بونسيون شوماج وكل شيء. مثلا الدعم بار اكزومبل، هما كي كانت الحكومه تدعم واش كان يقول لك؟ كان يقول لك علاش الحكومه تدعم هذاك الباتيسري تدعم له السكر، وعلاش رابراب تدعم له الزيت، وعلاش هذاك عم بيشكون تدعم له الحليب، هذاك حاكم قهوه تدعم له الحليب ولا القهوه مثلا. ودرك كي نحوه قال لك هاكم تشوفوا حيشعلوا علينا لي بري وحقرطونا ودارولنا وباتاتي. يعني من الاخر زعما الناس هادو لي كريتيكيو في فيسبوك باسكو فارغين شغل، دونك اي حاجه تصرى يجي يعكسها وسي بون، اي حاجه تجي من الحكومه سوفون يجي يكتب بالكونترير، يجي يكتب في فيسبوك حاجه يجي يطيح، وكي تجي حاجه كي تجي ا يقول بي، كي تجي بي يقول سي، وي ماشي لازم يعكس برك. دونك يخمم غير بار رياكسيون. دونك الناس هادو سي بور سا ما نمدش قيمه لي بوليميك هادو. ويماجينيو الطفله دي بار اكزومبل كاين واحد في الكومنتير نقرا شويه هكا باش نفوت الوقت نقرا هكا من داك، وحاج يحكي ويقول لك نورمالمون عندها الحق تدي بورصه ليترونجي يا سيدي. دونك نورمالمون الطفله دي اللي راهي سور دوي مادام جابت لي نوت هادي، تسمى راهي سوبيريور على لي زيلاف الاخرين من ناحيه لا كاليتي تاع لي ليف اللي كاينه منها، لان لي زيلاف يكونوا متساويين في الحقوق بصح ماشي متساويين في المستوى. هذه هي انا نخمم كيما هكذا. دونك هادو اللي يحكيو الغاشي هادو اللي يقول لك نورمالمون يعطيوها بورس على ليترونجي، كي نعطيوها بورس واش معناتها على ليترونجي؟ واش معناتها؟ باسكو نفس العباد هادو اير كي تحكي على الطبه مثلا يقول لك شوفوا كاينه هجره الادمغه، دونك من جهه هذا اللي يحكي على هجره الادمغه لا في دي سيرفو منه هو نفس العبد اللي يقول لك نورمالمون تعطيوها بورس. يعني جس اسكو جاهم باليش اسكو الناس هادو فايقين بروحهم بلي راهم يقولوا توي سون كونتير غير باش يكريتيكيو برك، ولا يديروها اكسبري ساعات؟ هذا السؤال اللي داير فيه. باسكو علاش الجزائر تصرف تكون دي ميدسان تكون دي زانجينيور
وتكون دي زارشيتكت وتكون دي زيتيديون جينيرال دي ديبلومي ودي زيلاف هادي إلاف ماهيش إتيديون تكونهم باش على الآخر يهربوا. هذه هي النتيجة تسمى نكون دي زيلاف باش يهربوا باش يهربوا لي في نهاية المطاف يهربون راح يفيدوا بلاد أخرى. هذه هي النتيجة وناس تبان لها نورمال هي لا ماهيش نورمال هذه سي تو سوف نورمال هذيا تاع انك وعلاه باسكو لي زيتيديون سي ان انفستيسمون هي القرايه غراتويت بصح سي ان انفستيسمون بوبليك ننفستي دي زيتيديون علاش باش نلقى دي كادر باش نلقى كفاءات اذا كان لي ميور زانجينيور وميدسان وارشيتكت يهربوا لي للخارج تما دراهمك راحوا كيما يقولوا من نوك راحوا فيه مع بالكم باش ما نكونوش قباح. هذه هي الحكايه برك دونك بون نفوت السوجي هذا باسكو سي ان سوجي تافه مش حاب اصلا نكسر راسي عليه يعني دونك دونك هادي سي انيكدوتيك هادي الحكايه تاع الطفله هادي بصح اذا حكينا على البروبليم تاعها لازم نعمو على البروبليم جينيرال تاع لي زيتيديون و لي زيدون يونيفرسيتير لي صا عايشين ظروف كارثيه. هادي نهضروا نهضر على البروبليم هذا من الزاويه هادي تاع هاي كيفاش نحسنوا الظروف تاع لي ريزيدون تاع لي زيتيديون ريزيدون هاو كيفاش نبوزي البروبليم هذا كيفاش نحسنوا الظروف تاع لي زيتيديون ريزيدون مهما كان شخص نورمالمون يتبوزا من الزاويه هادي. دونك هادي هي دونك السوجي اللي وراه اللي حبيت نهضر عليه اللي هو قضيه الانتخابات. راكم مع بالكم باللي السبت هذا كاين انتخابات محليه يعني ولائيه وبلديه. كاين اللي سقسيني يقول علاش اسكو راح تفوتي ولا لا وكاين اللي حتى يقول علاه ما ترشحتش باسكو ما عنديش دي كونتاكت بروبوزي نديرو ليست ومنها. دونك بون هذه من جهه ما ترشحتش لاسباب شخصيه ما عنديش ناس هكا ما بروبوزالي وانا ما حبيتش لاسباب عديده باسكو بون الظروف ما تسمحش ترشح. بصح اسكو راح نصوت؟ نعم راح نفوتي. علاش راح نفوتي؟ لاني انا اصلا نامن باللي الفوت واجب وانا مع انه الفوت يكون اجباري. انا مع الفوت يكون اجباري. دوك نهضر شويه النقاط باش نرجع للنقطه هذه باسكو هذه نقطه مهمه. بصح واش نرماركيو هاي خلاصت الحملة الانتخابية خلاصت رسميا الحملة الانتخابية اليامات هذه. بصح راكم تشوفوا واش انا نشوف في لا رياليتي نشوفوا بلي شغل خلاصت اون ديريجا من دارت الحمله باسكو حمله انتخابيه ضمن يكون كاين الحماس يكونوا كاينين دي ميتينغ يكونوا كاينين ناس يتلاقاو يهضروا على البرامج ناس يهضروا هذا كامل والو تفرش كامل ما كاين والو. واش عندنا عندك مرشحين سيتادير ما نلومش ديما تاني المواطن اللي ما يفوتيش اللي مستقل عن السياسه لوم تاني الغداء تاع السياسيين تاع الفاعلين زعما سياسيين. دونك المسؤوليه راهي مشتركه يعني ما نلومش ديما غير المواطن اللي مستقل من السياسه وصح المشكل تاني في المواطن اللي استقال من السياسه تاني وصي مشكل من جهتين. بس علاش نحكي على الكريتيك المرشحين علاش؟ لانه اغلب المرشحين ما يفرقوش بين اونترتيان دومبوش ما يفرقوش بين اونترتيان باش تلقى بوست تاع خدمه وبين انتخاب يعني انتخابات ديمقراطيه تعدديه ما يفرقوش. علاش اونترتيان دومبوش يحط لك السي في تاعو يقول لك هاو شحال في عمري هاو واش قريت وهاو واش خدمت. بصح واش من اهميه عندها في التسيير تاع البلديه؟ واش من اهميه عندها كي تقول لي انا عندي ماستر في هذه وخدمت في هذه ولا قريت في الخارج ولا في الداخل ولا واش من اهميه عندها في التسيير تاع البلديه؟ ما عندها حتى اهميه. الحاجه اللي تهمنا في التسيير تاع البلديه هي البرنامج هاو واش راح دير وهاو كيفاش دير هاو شحال راح تسقام وكل شيء. بصح علاش هما او ليو يبريزونتي لك برنامج يبريزونتي لك سي في؟ علاش؟ لانه ما عندوش مشروع البلديه اصلا ما عندوش بروجي ما عندوش ما عندوش بروغرام باسكو ما على بالوش اصلا واش راح يدير كي راح اذا زعما طلع وهو اغلبهم على بالهم باللي ما يطلعوش على كل حال اذا طلع زعما قال معجزه خلاته يطلع راح يدير في حسابه باللي هو ما على بالوش اصلا واش راح يدير يدخل هو زعما قال يروح هو تلقاه هو بعد اللي يترشح بزاف منهم ما عممش باسكو لازم ماشي مليح تحطنا الناس كامل دون لو ميم ساك. بصح تلقاه تنتخب عليه والله ما يحضر ميم با المجلس ما يحضرش ميم با لا ريونيون هذيك تاع المجلس البلدي ولا الولائي تلقاه ما يحضرش ميم با تلقاه يدي لاباي كاش ما كاين مارشي هكا يدي والسلام عليكم. هذه هي تسمع ما تسمعش بها اصلا بعد الفوت يولي ما اكزيستيش اغلبهم كيما هكذا ولا نسبه كبيره منهم كيما هكذا يعني هادو المرشحين. دونك سي بور سا ما نلومش الناس اللي ما تفوتيش يعني ما تلومهمش بزاف باسكو كي تشوف الرداء هذه تاع المرشحين ما تلومهمش يعني واحد ما يفرقش بين برنامج وسي في هذا ما تسنى منه والو باسكو علاش اذا تقول لي سي في قريت في هذه وخدمت في هذه ما تهمناش واش راح لنا فيك قريت ولا درت ولا
هذه حاجة ثانوية، نعرفوك شكون انت. بس علاش انا قلنا وشو المشروع تاعك للبلدية والولاية، هذا واش يهمنا. كيما في البرلمان نفس لا كريتيك درناها، الناس حابين يطلعوا للبرلمان ما عبروش من باوش هو البرلمان، صلاحيات البرلمان ما يفرقش بين انتخابات البرلمانية التشريعية مع الانتخابات المحلية. يقولك نطلع البرلمان باش نخدم الولاية تاعي، على راك ماشي دورك اصلا تخدم الولاية، دور البرلماني دور تشريعي. يعني واش هي القوانين اللي حتقترحها؟ ها البرنامج التشريعي عندي قوانين، ها مشروع قانون نقترحه الف باتا، هذه هي برك. هذا هو دور الديبوتي. وبيان سور تراقب الدور تاع الحكومه، تكون سلطه مضاده لقرارات الحكومه، اذا كنت من الاقليه تعارض الاغلبيه، تحكم طلع الحكومه البرنامج اتسيتيرا. هذا هو البرلمان. لا هو لا، هو يقول لك نطلع برلماني باش نخدم الولايه تاعي. شغل البرلماني هو اللي يخدم الطريق، البرلماني هو اللي يخدم البون، البرلماني هو اللي يبني السبيطار. دونك تشوف ناس كيما هكذا يترشحوا، سي نورمال الناس ديموتيفا من السياسه، يعني سي نورمال باسكو ما عندهم حتى مصداقيه الناس اغلبهم. يعني دونك قبل كي كانت السياسه يقولك محتكره بين الاحزاب، على الاقل الاحزاب عندها برنامج. كي كثروا هادو لي زانديبوندون هادو ولاو ما عندهم حتى برنامج يجي، علاش وهم علاش علاش هادي انكونسيامون ما عبالهمش، ميم با مش مفا مش ميم با فارقين فايقين برواحهم، باردون مش ما فايقين بروحهم. علاش يدير لك معلومات شخصيه على الترشح تاعو؟ علاش؟ لانه انكونسيامون ماهوش فايق مع روحه، بصح ديال الحقيقه ما عندوش مشروع البلدي اصلا، عنده مشروع شخصي. دونك مادام عندي مشروع شخصي حاب نرشق برك في المجلس، دونك نعطيك معلومات شخصيه مادام مشروع للشخص تاعي برك. هذه القضيه، هذا ما كان، هذه المشكله. اغلبوا المرشحين ما عندهم حتى مشروع البلدي، عندهم مشروع شخصي حابين يتعنكشوا كيما نقول انا، هذه البيت تاعهم، هذه المشكله. دونك سي بور سا نحكيو على الاداء تاع المرشحين، سي بور سا يعييو على سورتو كي يكونوا في بزاف، على خاطر في بلديه واحده يكونوا عندك اكثر من 50 ليست، شكون تفوطي على شكون ما تفوطيش. بون مانيش نقول لك لازم تمنعهم باسكو ما تقدرش تمنعهم، بصح يوليو يتشابهوا كامل، ومادام يتشابهوا كامل الناس اللي ما تحبش تفوطي. بون على كل حال خليه يفوطي عليهم صحابهم، والعدد المجالس محدوده. دونك يترشحوا حتى مليون ليست يا سيدي، يترشحوا مليون ليست في النهايه نحكموا 40 واحد في المجلس. هذا ما كان البرلمان يترشحوا شحال قال لك 22 الف ليست ترشحت في على المستوى الوطني. بصح على الاخر باينين شكون حيربح، شكون حيربح باينه. يعني الاول افلان بروميي، انا البرونوستيك تاعي نعطيه لكم دركا كيما المره اللي فاتت. البرونوستيك تاعي طلع صحيح المره اللي فاتت، كي قلت فلان بروميي ومن بعد حماس ومن بعد ار ان دي ومن بعد بن غرين ومن بعد، كنت صحيح. والمره هذه كيف كيف نعطيكم برونوستيك من دركا، الاول يكون لفلان، ثاني بون بالك الاحرار يفوتوا لفلان بالك بوسيبل، ولا يكونوا قدو باسكو الاحرار على المستوى المحلي عندهم راك تقول اونورا اكبر من الاحزاب، يعني المستوى المحلي بالك الاحرار يكونوا الاولين المره هذه. سينو الاحزاب فلان حماس ار ان دي البناء المستقبل وصي، وهادو هما فلاكابيلي لافافاس يدي حقه يدي لابارتي تاعو، وفلاكابيلي لافافاس والاحرار يديو لير سي دي ما ترشحش، الحزب العمال ما ترشحش اللي كانوا يديو فلاكابيلي، والسلام عليكم. زعما شغل ما صراش تغيير في العمق تاع لا كونفيغوراسيون بوليتيك، ما صراش حتى تغيير، ما صراش حتى تغيير، لان ما برزتش قوى سياسيه جديده قال تبدل موازين القوه، ما كانش ما طلعوش. وحتى الحراك هذاك سوا ديزون حراك كما قال صالح ربي يرحمه، علاش فشل الحراك؟ فشل على خاطر هو كان يرفض لا ريبريزونطاسيون التمثيليه، يرفض التمثيليه ويرفض التنظيم، موفمون ما عندوش ممثلين وماهوش منظم، حكى مع روحه بالموت، بالموت السياسي. يعني هذه يعني المشكله. دونك الحراك كان يعني باسكو عندي بزاف ما حكيتش على الحراك، علاش ما حكيتش على الحراك؟ كيما يقول لك ما نتيريوش على لي زومبولونس يا سيدي، كيما يقول لك يقولك ما تضربش كلب ميت. دونك ما كنتش نحكي على الحراك على بها، كنت كريتيكي بلوس الحكومه كل حراك داير الناس اللي ماركاتني. بصح الحراك هذاك ما خرجناش قوى سياسيه جديده دو فاصون. اون بليس هما ماشي برك ما عندوش ممثلين وما عندوش زعما قال مطالب واضحه، اصلا هما مش داكور في بعضهم، هذه الحقيقه. دونك الحراكيين ما يتفقوش مع بعضهم، ومع الاول كانوا يخبيوها، بصح على الاخر تفلك كلش، هاو هذا علماني، هاو هذا اسلامي، هاو هذا امازيغي بربريست، هاو هذاك كدا، هاو هذاك كدا. سي بور سا الحراك تفلك من الداخل من التناقضات تاعو، اون بليس من يعني مع الاول كانوا يلعبوها داكور، وبانوا مع الوقت بانوا بلي ماهمش داكور، بانوا بلي منقسمين ما يتفاهموش، اسلامي علماني بربريست
هذا كان ما فيهاش يد ولا النورماليين ولا ما عنباليش واش. هادو حركة فيها الطيارات دي كاملة مستحيل تنجح. الحركة الثورية اللي تنجح هي الحركة اللي عندها فكر واضح، اللي عندها فكر يعني كويرون كما يقول لك منسجم، واللي عندها هيكلة ستركتوراسيون. سيتادير ستركتوراسيون واش معناتها؟ معناتها ممثلين صافي دير هما يعطيو لو مود اوردر، قال هاو اليوم نخرجو، هاو اليوم ما نخرجوش، هاو اليوم ندير غراف جينيرال، هاو وين تبدا هاو وين تحبس، وهنا تكون باينه. وكي يوصل الفوت كانوا قادرين يشاركوا ما يديو ان بارتي، بون ما داروهاش. الحراكيين الحراك ما يديرش بارتي ولي حراك، نو كانوا قادرين يديروا احزاب جديده من الحراك خرجت وداروا. وكل الاحزاب اللي سوا ديزون خرجت من الحراك ما بان حد شي منهم. عندك هذيك عزم اللي هي بديسيا نوفمبريه ماكيي بالديمقراطيه، زعما هي ستامب ديجا نورمالمون. هذاك حركه عزم نورمالمون ما طولوش لاغريمون داير، بصح نورمالمون كون جيت انا من لافامي تاع من بولعيد نشكي بهم، على خاطر هو يستعمل صورة مصطفى بن بولعيد اللي هو صورة شخصية تاريخية تستعملها في حزب سياسي نورمالمون ممنوع. نورمالمون تشكي به لافامي بن بولعيد، إذا ما شكيتش به الدولة الجزائرية اللي نعتبر رمز تاع الدولة الجزائرية، نورمالمون يعني الدولة الجزائرية دير لهم بروسي على الهادي. هادي بين قوسين. عندك شكون؟ عندك عزم، عندك الأحزاب حزيبيات خرجوا جدد من الحراك وما بان ما عندهمش برنامج اصلا، ما عندهمش برنامج، جام يهضروا على بروبوزيسيون تاعهم التوجه الفكري ولا التوجه السياسي تاعهم. دونك هذا العقم السياسي والفكري تاع الحراك وتاع مشتقات الحراك هو اللي خلاته يفشل، باسكو الحراك كما قلت لكم ما عنده مطالب واضحه، فكر ما يطرح لك بديل. الفكر نقصد على الفكر يعني بديل، النظام هذا صح ما يصلحش راني يعني معاك، واش نجيبو في بلاصتو ومن بعد نتفاهمو، من بعد نتفاهمو لا يا فلا رياليتي، ماشي من بعد نتفاهمو من بعد نتقاتلو، هذه لا رياليتي. يقول لكم من بعد نتفاهمو لا من بعد نتقاتلو، يجي الاخر يقول له نديرو دوله اسلاميه، من بعد الاخر يقول له لا، يقول احنا ديمقراطيه، يقول له لا بروح للصندوق، ها كي نروحو للصندوق، ويجي يقول له لا الامازيغيه تكون لغه رسميه، الاخر يقول له لا احنا امازيغ، يقولوا لا ها لا مزيريا خلاص، يقولك روح للصندوق يديسيدي، ونهار لي الصندوق يديسيدي تما تبان ندخلوا في تبان المواجهه ديالك. دونك انا جو سوي اورو، انا فرحان باللي المواجهه داخل الحراك لي كونتراديكسيون بانوا قبل ما يطيحوا النظام، خلي يبانوا قبل خير باش كيما كيكا لا فيريتي تخرج، باش باسكو ما نستناش حتى نريب كلش باش هما يوليو يضربوا في بعضهم وعلى الاخر ما نلقاو والو. لا لازم التناقضات تبان من الاول باش كيما كاكا الامور تكون واضحه، ماشي ننشر يعني لا كونفوزيون، ننشر الخلاطه تاع الافكار باش واحد ما يفهم والو، واحد ما يفهم والو وما نعرفوش كيفاش نبوزيسيونيو احنا. درك لا درك الامور بانت كيفاش نبوزيسيونيو روحنا. درك نرجع لكم ثاني على الانتخابات، كيما قلت لكم اغلب المرشحين ما همش مرشحين، ما يستاهلوش اصلا تسميهم مرشحين. المرشحين هادو اغلبهم ناس كانديدا حابين البوست، باسكو مادام يعطيك معلومات شخصيه على روحو تسمى حاب البوست، ما عندوش برنامج الولايه باسكو ما عبالوش من باسن كيفاش تجري الولايه، كيفاش تجري البلديه، والله صلاحيات المنتخب ما عبالوش من باب هذه كامله. اسكو قرا الكود كومينال؟ ما قراهش اصلا، باسكو اذا قراو الكود كومينال والكود ولايال يعني الكود تاع الجماعات المحليه لي كوليكتيفيتي لوكال، اذا قراوه صح ما كانوش حيحضروا كيما هكذا. علاش؟ لانه مش فاهم اصلا صلاحيات البلدية والولاية. وجستمون هادي تاني مشكل تاني في الجزائر الجديدة بين قوسين، حاجة ما نورمالمون ديرها وما داروهاش، ضربوا عليها النح، هي نورمالمون يبدلوا قانون الولاية وقانون البلدي. نورمالمون دير انتخابات جديدة، انت تقولي ندير نظام جديد، ديرنا قانون عضوي جديد، ما داروهاش. دونك مادام ما داروهاش، المنتخبين الجدد راح يكونوا يديهم مربوطين بالقانون القديم اللي يعطي كل سلطة للوالي، يعني من الاخر بكل بساطة. وحتى إذا كان رئيس البلدية الشكلين عنده صلاحيات، عنده سلطة نوعا ما، بصح السلطة تاعو ما تصلح له الوالو. علاش ما تصلح له الوالو؟ لأن البلدية ما عندهاش أوتونومي، ما عندهاش استقلالية مالية. بون مانيش نقول باللي مانيش مع النظام زعما قال ديسنتراليزي في كلش، بصح نورمالمون البلدية كيما في الدول الأوروبية، البلدية تهز جزء تاعها من الضريبة باش تقدر تدير مشاريع. في الجزائر لا، الجزائر ما تهزش بورسنتاج من الضرائب، دونك ما تقدرش دير مشاريع، وباش دير مشاريع لازم من الولايه، والولايه هي بعد تدي من تريزور بيبليك الخزينه العموميه تاع العاصمه، من يعني من الحكومه المركزيه. دونك مادام ما عندوش استقلاليه ماليه، حتى اذا عطينا له شكليا نوعا ما صلاحيات ما تصلحوا له الوالو، بيسكو المير ما يقدرش يروسي مشروع الا اذا عطاو له لا سيناتور تاع
تاع الاداره، يا اما المركزيه يا اما الولائيه. وحتى الولايه سوفون ما تقدرش دير مشروع باسكو ما عندهاش دراهم يعني. باسكو علاش؟ علاش هنا ترجع للسيستم تاع لي فينونس بيبليك تاعنا، كيفاه تمشي سيستم سنتراليزي وهرمي كما يقول لك، سيتادير الدوله تهز لامبو، تهز الضرائب وتهز لي تاكس، والمداخيل تاع الدوله اون جينيرال لي روسيت يطلعوا للتريزور بيبليك، ومن بعد تعاود تفرق لهم كل واحد كيما تحب هي تفرق لهم، يعني كيما ديسيدات هي في قانون الماليه. سي بور سا الناس ما يحكيوش على قانون الماليه في العمق، يحكموا ديما على الشكليات، جام يهضر على البروبليم هذا. اسكو نهار سمعتو سياسي ولا كذا يهضر على البروبليم هذا تاع يقول لك البلديه ما عندهاش اصلا استقلاليه ماليه، ما عندهاش ضريبه تاعها، دونك ما تقدرش دير مشروع اصلا. هذه جام يهضر عليها، بصح هذا امر جوهري، سينو علاش نفوتيو على منتخبين محليين اذا ما يقدروش يديروا مشاريع؟ حتى اذا عطينا لهم صلاحيات شكليه باش يلونسي مشروع ولا اريتي مونيسيبال ولا عطينا لهم صلاحيات هكذاك راح تكون شكليه، لانه في الواقع ما يقدرش يمارسها اصلا. نعطيك صلاحيات باش دير مشروع بصح ما عندكش دراهم، وباش دونك ما راح دير ماكش حديروا المشروع هذا. سي تادير باغ اكزومبل كي تشوف باغ اكزومبل في الدول الخارج، مثلا اون الماني مثلا ولا فرنسا ولا في امريكان باغ اكزومبل، تما المنتخب المحلي يقدر يلونسي هو بروجي تاع يدير يكري اون ايكول، يكري باغ اكزومبل ميم ان بوتي ستاد دو فوت، يكري يعني بروجي دانفراستركتور تاع البنيه التحتيه الجماعات المحليه هي اللي ديرها. في الامريكان كاريمون راحوا للبعيد، في الامريكان راحوا بعيد يعني وصلوا حتى لدرجه ان الدوله المركزيه ما عندها حتى بوفوار اصلا محليا، ليتا سنترال فيدرال داك امريكا عنده برك بوفوار تاع العداله، التشريع المركزي هذاك تاع الدستور يعني الكونغرس وذيك، والبوفوار تاع لارمي ولا بوليس سينو اي انكور ميم ناشونال غارد لا غارد ناسيونال هي تجير على المستوى المحلي ما تجيش على المستوى المركزي. بون انا مانيش نقول ديروا كيما لي زاميريكان، نو حنا عندنا الخصوصيه تاعنا، لي زاميريكان عندهم التاريخ تاعهم الخصوصيه تاعهم، بصح نحكي لكم زعما حنا عندنا لو سنتراليزم هذا يعني شغل بوسيناه ليكستريم نوعا ما، نحكي على المستوى الاقتصادي باسكو هذا الكل يهم، سينو توازن السلطات والصلاحيات تبدا تتناقش يعني. بون امر شكلي بالنسبه لي انا نحكي على النيفو تاع لي فينونس، مادام البلديه ما عندهاش لي فينونس تاعها، ما عندهاش اون اوتونومي فينونسيال، دونك ماش حد حد شي، دونك المنتخبين ما يقدروا يديروا حتى شي، حتى لا حبوا حتى لا حبوا. هذه المشكله. مثلا نعطيكم مثال من الواقع، كاين دي بروجي تاع انفراستركتور مبلوكيين، باغ اكزومبل بروجي تاع سي اش يو تاع ورقله مبلوكي، سو البروجي تاع تراموي في بجايه وفي عنابه مبلوكي. مثلا علاش مبلوكي؟ لان ما كاش الدراهم، الدوله ما ديبلوكاتش لي فون. دونك اذا الدوله المركزيه يعني الحكومه المركزيه ما ديبلوكيش لي فون، ما يديروش لي بروجي هادو مالغري يحتاجوهم. يعني ما ديرش سي اش يو في ورقله، صافي دير الناس باش يروحوا يداويو يديروا دي كيلومتر. بون هادي مشاكل، بصح نحكي لكم زعما لو كان جات البلديه ولايه ورقله عندها استقلاليه ماليه تقدر تمشي على الاقل البروجي تاعها شويه. دركا لا، في السيستم اكتويال نو، في السيستم اكتويال الدولة المركزية تدي كل المداخيل وتعاود تفرق هي، سا ديبون المنهجية تاع كيفاش يعاودوا يقسموا، هذه تاني فيها هضرة، بصح توكا تمشي كيما هكذا. دونك هذا هو المشكل تاني تاع قانون الجماعات المحلية، الكود كومين الكود ولايال، هذا تاني فيه مشكل فيه خلل. دونك نرجع الهضرة تاع قبيلة، كي قلت لكم علاش انا مع الفوت اوبليغاتوار، كاش ندير لكم فيديو اون ديتاي، بصح نحكي لكم الخطوط العريضة علاش انا مع الفوت اوبليغاتوار. انا مع التصويت الاجباري، علاش؟ لاسباب كما يقول لك اخلاقيه ولاسباب سياسيه في زوج، يعني ما نفصلش هذا على الاخر. الاسباب المعنويه ولا الاخلاقيه واش هي؟ هي انك مادام راك مواطن عندك حقوق عندك واجبات، هذا شيء طبيعي. التصويت هذا حق التصويت، الناس ناضلت عليه في الماضي وناس ماتت عليه في العالم باش يكون عندهم حق في التصويت. دونك صافي دير كي ما تفوتيش صدير ما مارستش حق وواجب، واجب هذا الوطني تجاه الوطن، هذا اخلاقيا ديجا كي ما تفوتيش تما ما شاركتش في بناء الوطن، ما شاركتش تما راك شغل مثلا واحد يديسيد يقولك ما نخلصش الضرائب ولا ما نعقبش سيرفيس ناسيونال باسكو انا اللي ما حبيتش، نفس الشيء تما ما درتش الواجب تاعك تجاه الوطن، تهرب عن الواجب تما، هذا تهرب عن الواجب كيما تفوتيش. هذه من جهه. ثاني حاجه اذا حكينا من جانب السياسي، البرلمان ولا المجالس، انا مانيش نحكي عن الانتخابات الرئاسيه باسكو بون، نحكي عن انتخابات المجالس باسكو هي اللي تمثل الشعب. يعني الانتخابات الرئاسيه انا اصلا ضد النظام الرئاسي، انا اصلا مانيش معاه، بصح هذا نقاش واحد اخر هذا ثاني.
الانتخابات تاع المجالس المحلية والوطنية، علاش انا معها تكون اوبليغاتوار؟ السبب الاول، السبب الاول هو انه اذا قررنا ان الانتخاب، اذا قررنا ان المجالس هذه تمثل الشعب كامل، باسكو القانونيين تمثل الشعب كامل، اذا تمثل الشعب كامل سواء ديال البرلمان لابيان تمثل 40 مليون جزائري، كي فوتيو يفوتيو باسم الجزائريين كامل، ما يفوتوش باسمهم هما شخصيا ولا باسم الناس اللي فوتوا عليهم برك. دونك المجالس تمثل كل المواطنين، دونك مادام تمثل كل المواطنين لازم يكون واجب على كل مواطن انهم يشاركوا. هذا واش راني نقول انا، وكما قلت لكم اخلاقيا هذا واجب للوطن، في واجب بناء الوطن. وهذا علاش سياسيا؟ على خاطر كي ما تفوتيش، تسمى راك ضربت التمثيليه الوطنيه، tu as ضربت الشرعيه، يعني tu as fait un attentat contre la représentation كما يقول لك، درت ان attentat، ضربت الشرعيه تاع المجلس، طعنت في الشرعيه تاع المجلس. وكاين راح يقول لي اذا ما عجبني حتى واحد علاش ما علاش توبليجيني نفوتي، نقول لك لا، نعطيك البديل. البديل هو واش هو؟ كي تفوتي على الفوت، يعني البديل على المرشحين في الفوت، البديل هو الفوت بلون. الفوت بلون يكون معترف به، صافي دير، لو كان الفوت بلون يوصل هو الاول خلاص الفوت يسقط. هذا واش نقترح انا، لانه في السيستم هذا اكتوال كيما نمشيو به تفوتي بلون يتحسب نول، دونك علاش نفوتي بلون؟ ما عنده حتى معنى الفوت بلون مادام يتحسب نول. نو، الفوت بلون يتحسب نول، صافي دير، كي نجيو نحسبو فلان جاب بورسونتاج نطيش لي بلون ومن بعد نحسبو على لي كانديدا. هي نورمالمون لا، مادام حسبنا الفوت بلون يكون عنده قيمة، باسكو كاين فرق بين الفوت بلون وبين اللي ما فوتاش. جوستومون كاين واحد كاين اللي سقساوني قالوا لي شو الفرق بين اللي فوتي بلون واللي ما يفوتيش؟ لا، كاين فرق، فرق كبير. الفرق هو انه اللي ما يفوتيش، يعني اللي فوتي بلون واللي ما يفوتيش، اللي فوتي بلون تسمى راو دار الانسكريبسيون تاعو وراح شقى حتى للصندوق، حتى للسونتر دو فوت، وراح البيرو وراح جاب الورقه، راح ليزولوار، راح فوتا، وراح تسمى دار لي فور انه يحضر، تسمى راو حاضر. الوغ كذاك غايب، كيما يقول لك لي زابسون توجور تور، هذاك اللي فوتا بلون حاضر والاخر غايب، صافي دير لي فوتا بلون راه مهتم. الوغ كو لي غايب في حالتين، لي ما يفوتيش واش معناتها؟ يا اما ماهوش مهتم، دونك اذا ماكش مهتم واش معناتها؟ معناتها ماكش مواطن صالح. مادام تعترف ان ماكش مواطن صالح لازمت لك عقوبة رمزية باش تولي مواطن صالح. انا نخمم كيما هكذا، مادام ماكش مواطن صالح لازمت لك عقوبة رمزية باش تولي باش تولي مواطن صالح. عقوبة رمزية ماشي ندخلك الحبس باسكو ما فوتيتش، نو، غرامة. هذه الاولى. وتاني حاجة ما تفوتيش لسبب اخر، واش هو السبب اخر؟ لانك راك في، يعني راك تكونتيستي كما يقول لك، راك ما تعترفش ولا راك تضرب النظام العام، يعني هذا ضرب للنظام العام. النظام العام سما كي ما تفوتيش تسمى راك تحتج ضد النظام العام. هذا واش معناتها؟ ماشي بغض المرشحين، باسكو كي قلت لك تفوتي بلون تسمى راك تضرب في لوردر بيبليك، في النظام العام. دونك مادام تضرب في النظام العام عقوبه، لازمت لك عقوبه رمزيه باش ما تضربش النظام العام. يعني شغل ضربت التمثيليه الوطنيه، علاش؟ باسكو ما تستعرفش بالنظام العام، دونك لا، لازمت لك عقوبه رمزيه. مادام ما تستعرفش بالنظام العام دونك لازم تتعاقب. هذه الفكره تاعي. دونك في كل الحالات كي ما تفوتيش راك تضرب في تضرب في الشرعيه تاع التمثيليه، لا ريبريزونطاسيون تضرب في الشرعيه تاعها. مادام تضرب في الشرعيه تاعها لازمت لها عقوبه، باسكو اسكو تجيكم نورمال برلمان يمثل سوا ديزون يمثل 40 مليون واحد فوتيو عليه 3 ملايين، اسكو سي نورمال؟ نو، سي با نورمال. يفوتيو عليه 3 ملايين كيما المره اللي فاتت 3 ملايين اللي دخلوا البرلمان، سي با نورمال. سي بور سا انا مع الفوت يولي اوبليغاتوار باش كيما هكاك تكون باينه. وكاين اللي يقول لي اسكو كاينه بلاد ديرها، نقول لك كاينه بلاد ديرها، ماشي لا كوري دي نور تاع كيم جونغ اون، لا، لا سويس ديرها، لا بلجيك ديرها، ليكواتور يديرها، ودول اخرى. بصح كيما قلت لكم الفوت اوبليغاتوار، بصح البلون يعترف به، باسكو كي البلون اعترفوا به تسمى الامور تتبدل. باسكو حتى اذا ما عجبك حتى واحد من حقك تروح تفوتي بلون باش تانولي الفوت، تحتاج ضد المنتخب ضد المرشحين بالبلون. هذا واش راني حاب انا. بصح مبدئيا الناس كامل لازم تشارك، الناس كامل لازم تشارك، باسكو في نهاية المطاف الديمقراطية حكم الشعب كامل، ماشي حكم برك الناس اللي تفوتي، هذه من جهة. والتمثيلية المجالس هذيا يمثلوا الشعب كامل، ما يمثلوش برك الناس اللي تفوت عليهم. هذا واش راني نقول، اذا فهمتوا البوان تاعي تاع حكاية الفوت اوبليغاتوار، كاش
اليامات هذه ندير لكم فيديو اون ديتاي نكسبيكي لكم الاليات ونكسبيكي لكم كيفاش نشوفها انا. ان توكا حكيت لكم المبدا، المبدا سيكو مادام المجال سمت للشعب كامل لازم الشعب كامل يشارك، واللي ما يشاركش صافي ضرب الشرعيه ولا ضرب النظام العام وضرب الشرعيه تاع التمثيل. دونك لازم العقوبه على الاقل رمزيه، غرامه مثلا مليون غرامه ولا تخلص 500 الف غرامه، عقوبه رمزيه ماشي الحبس، مش اصل بوان. هذه هي. دونك اسكو عندكم سؤال؟ اسكو كاين اسئله؟ اسكو كاين دي كيستيون ريبوندي لهم؟ هاو ديجا 35 مينوت ها كمان. شكون اللي عنده كيستيون؟ باسكو عندي دو سوجي اخرين حنزيد نهضر عليهم، بالك اللايف هذا راح يدوب ساعه ولا 50 مينوت ولا فوت شويه. هذا ما كاش سؤال، سنطلع في الكومنتات الفوق. Apparemment, ma question est. Donc, j'ai comme les deux questions, les deux sujets qui sont les deux sujets qui sont normaux. Le sujet, il est lié avec les finances ou l'économie ou tout ça. Il est écrit, c'est bon, officiellement, dans la loi de finances, les deux sujets. Il est dit dans une vidéo avant, et on va développer le fikra. Il est le sujet de la rafa de la ou le sujet de la pension ou l'allocation au chômage. Il est le bâtard. Bon, les deux sujets, on va parler de eux. هي كاين زوج دو بروبليم يتبوزاو، اللي هو انه كيما قلت لكم دركا كي حكيت لكم على البرلمان، مادام ماهوش تمثيلي ماهوش ريبريزونتاتيف صافي، اي حاجه راح يفوتها راح تكون شرعيتها مطعون فيها، يعني شرعيتها المعنويه ماشي شرعيتها القانونيه، قانونين عنده شرعيه بصح الشرعيه المعنويه مطعون فيها. هذه هي المشكله. دونك الناس ما تشاركش، يوليو القرارات تاع الناس اللي فوتوا باسم الشعب يوليو فارغين من يفارغين شكليا ومن المحتوى، يولي حتى المحتوى يولي صعيب باش نطبقو. دونك سي بور سا قلت انا مع الفوت اوبليغاتوار، باسكو كيما كي تكون الاغلبيه تاع الناس ما تفوتيش تسمى كاين مشكل، كاين مشكل كبير. دونك على كل حال نجيكم على المحتوى تاع القضيه هذه تاع لي سوبفونسيون، القضيه هذه تاع الدعم كاين خلط كبير في السوجي هذا، لانه الحكومه تاني ما عرفتش تكون بيداغوغ، ما عرفوش يكسبليكيو للشعب، ما كانش رفع الدعم اصلا، ما كانش. كاين اللي يقول لي كيفاش ما كانش رفع الدعم؟ لانه رفع الدعم هذا راح يخص برك المواد الاستهلاكيه، المواد برودوي دو لارج كونسوماسيون، السميد، الخبز، الحليب، الزيت، نسيت واش تاني، ان توكا هادو هما. وهذا لا ما انيلوهاش، قادر حتى انيلوها باسكو لا لوا فينونس في ديسمبر تفوت ماشي في نوفمبر. على كل حال هذا ستان ديتاي، علاش انا مع ترفع الدعم لي سوبفونسيون؟ يقول لك يولي توجيه مباشر. بار كونتر قبل ما نوصل علاش راني بور لي سوبفونسيون على لانيرجي مش حيتنحاو، على التريسيتي والماء و سوبفونسيون على التريسيتي والماء والكاربورون مش حيتنحى. السوبفونسيون باغ اكزومبل لاد لي زاد هادو على لوبيتال باسكو زيادة على سيكوريتي سوسيال مش راح يتنحى. دونك الدعم مش راح يتنحى، الدعم على لي برودوي يولي ملي كنت ندعم على لي برودوي هادو يولي نوجههم للناس ديريكتومون سو فورم من منحة البطالة باغ اكزومبل اللي نهضرو عليها وسو دي فورم اخرين تاني. بون دونك هذا هو الواقع. دونك ما كانش رفع للدعم ككل، كاين رفع الدعم على بعض المواد. علاش راني مع انك ترفع الدعم؟ لعدة اسباب. السبب الاول هو كاين استهلاك مفرط بزاف، يعني سور كونسوماسيون، لا سور نكونسوميو بزاف السكر ونكونسوميو بزاف الحليب ونكونسوميو بزاف الخبز، كي ندعموهم تما تولي قيمتهم طايحه، نكونسوميو بزاف شي هذا كامل. هذه اول حاجه، نو سولمون نكونسوميو بزاف ونبدلو بزاف تاني، هذه تاني مشكلة واحدة أخرى. تهبط برك في الطريق تشوف ناس طايش الخبز طايش الكسرة طايش برك، علاش؟ باسكو كي تدعمها ناس ما تعرفش قيمتها، كي تدعم برودوي هادو ما تعرفش قيمتهم. بون أنا مع أنك تليميتي القيمة تاع لي برودوي، تليميتي لي بري، أنا معاه، مانيش نقول لك زعما قال يطلع السما نورمال، لا، لي برودوي تاع لي برودوي أليمونتير أنا معاه أنك تليميتي لي بري تاعهم، هذه قضية أمن غذائي اللي معاها، بصح أنك تدعمهم لدرجة أنهم يوصل 15% الخبزة ولا 2000 الحليب، اسكو هنبروفوكيو مشاكل اخرى. مشكلة تاع الحليب مثلا، علاش ناس تشري بزاف، علاش ناس تشكي بزاف الشكاير؟ باسكو رخيص،
وحيدير لك مشكل تاع الندره. الندره في الحليب شكون يدير فيها؟ يديروا فيها الناس اللي يشريو برا مع شكاير 5 شكاير، يديروا فيها الناس هادو. المشكل ما كانش نقص في الحاجيات تاع الحليب، ما كانش المشكل سيكو الناس تشري بالبزاف. علاش الناس تشري بالبزاف ضربه واحده؟ باسكو رخيص. لو كان جا اغلى شويه الناس راح تكونسومي بطريقه عاقله اكثر، مثل راكم فاهميني. دونك هذا من جهه الدعم. دونك كيما قلت لك كاين سور كونسوماسيون وكاين غاسبياج. الغاسبياج قال لك حسب حسب الاحصائيات، حسب لي زيستيماسيون، يقول لك باللي التبذير يمثل 300 مليون دولار هكذاك. دونك دراهم كبيره تروح في التبذير، ونصدقوا الشيفر هذا كي يقولوا يمثل الشيء هذا نصدقها ديريكت، لان منطقي نشوفوا فيها في الواقع. دونك كيما قلت كاين التبذير وكاين الاستهلاك بزاف. مثلا الديابيت، علاش كاينه ازمه تاع الديابيت في الجزائر؟ علاش؟ باسكو الناس تاكل بزاف السكر داخله فيها، الناس كونسومي بزاف السكر. وعلاش الناس تاكل السكر لدرجه هذه؟ باسكو رخيص. لو كان نغليوه شويه الناس تولي تكونسومي بعقلانيه اكثر. هذه من جهه الدعم، هذه من جهه. وتمد الدعم ديريكتومون للناس، هذا واش راح يندار. بصح كيما يعني دعمت لك الخبز والحليب والسكر، لا زيد لي لابيل. الو هاي تكوبات برك ليه ليه. بون نكمل لكم الهضره واش كنت تقول. ما تدعمليش الزيت والسكر والحليب، لا تزيد لي فلاباي. علاش ندعم دي برودوي اللي الناس مش حتكونسوميهم كامل وحنقص بيها؟ لا نزيد لهم لاباي. هذه هي القضيه اللي يخدم. علاش ندعمه؟ علاش نعطيه دعم؟ نورمالمون اللي عنده دخل ما يديش الدعم، ما يستفادش من الدعم. لاد سوسيال الناس اللي تحتاجها نورمالمون. اللي يخدم نزيدو له لاباي برك، هذه هي. اللي يخدم نزيدو له لاباي، واللي ما يخدمش نعطيو له طعو. اذا ما يخدمش يدي منحه بطاله، ولا اذا كان هونديكابي يدي منحه لونديكاب هذيك، ولا اذا كان روتيريتي نزيدو له وخلاص. سينو عند عم دي برودوي باش نغاسبي بون بارتي منها وباش نكونسوميو بزاف منها باش نهلك لا سونتي بوبليك، لا. هذا انا كيما هاك نخمم. اذا حابين نعطيو قيمه للخدمه لازم تزيد لاباي تاع الناس، باسكو قيمه العمل طايحه. دونك مادام قيمه العمل طايحه لازم تزيد لاباي باش تموتيفي الناس تروح تخدم اكثر. باسكو باش تموتيفي الناس على الخدمه، ماشي كيما دايرين في حسابهم يحكيو لي ليبيرو هذوك تاعنا هذول يحكيو يقولك نحي السوسيال باش الناس تخدم. بصح واش من سوسيال؟ كيفاش نحي السوسيال وانت ما وفرتش لي بوست تاع الخدمه؟ ما درت والو. قول للناس مش حابه تخدم في الحاله وين تلقى خدمه. نهضر واش كنت نقول، كي تزيد لاباي لي سالير طايحين هادو راك تفيد الاقتصاد، ماهيش عبء. راك تزيد، راك تفيد الاقتصاد. علاش؟ لانه الاقتصاد باش يمشي لازم الناس ديبونسي دراهمها. دونك الناس لي سالير طايحين كي تزيد لهم لاباي دراهم هذيك اللي زدتها لهم راح يزيد. الو عاود ترجع تكوبي وترجع، نورمالمون نزيد شويه ونروح اذا كانت لا كونيكسيون تبقى انستابل كيما هكذا. تروا كان دور. بون واش كنت نحكي؟ كنت نقول باللي كي تزيد لي سالير تاع الناس لي سالير طايحين كي تزيد لهم لاباي تاعهم راك تساعد الاقتصاد. راني عاودت وليت يا جماعه، سمحوا لي باسكو الكونيكسيون ا دي اس ال راهي انستابل. دونك راني اكتيفيت لا 4G. دونك فوالا درك راهي نورمالمون لا كونيكسيون مش راح تكوبا. دونك واش كنت نهضر؟ كنت نقول باللي الدعم هذا نوصل راح يكون فيها تبذير، وراح يكون سور كونسوماسيون على لي برودوي سيفونسيوني، يكون استهلاك بزاف. وان بلوس دو سا تاني يستفادو منه الناس كامل، الوغ نورمالمون يستفادو منه الطبقات الفقيره والهشه، ما يستفادوش منه الطبقات الوسطى والاغنياء. دونك سي بور سا مليح كي تنحي الدعم، ميم سي لازم تكونترولي لي بريم بعد، ماشي تنحي الدعم هكداك على لي برودوي هادو. دونك هذا السوجي هذا. والسوجي اللي وراه قضيه تاع لا بونسيون شوماج، راني قلتها في الفيديو موجود في اليوتيوب. قلت باللي لا بونسيون شوماج بلا مانيير اللي نديروها بريكولاج، بصح ديما سي ان بون ديبي بارابور لا بيريود وين مكانتش كاينه. نقول لا بونسيون شوماج تقول بلي اي واحد طالب عمل مسجل في لانام، دونك طالب عمل سي بو دايور الناس ولات تنسكريبي في لانام اليامات هادي لو ماركيتو بيرو دو ماندوفر ولا معمر، باسكو الناس تحاول تدي المنحه من حقهم. على كل حال تقول بلي المنطق تاع لا بونسيون شوماج هي انه مادام المجتمع عاجز انه يخدم الشعب كامل، باسكو نورمالمون العمل حق، كاين حق في العمل، لو دروان امبلوا نورمالمون سي حق ماشي زعما كلمه مزيه. بصح مادام المجتمع عاجز انه يوفر الخدمه للناس كامل، سواء في القطاع العام وفي القطاع الخاص وفي القطاع المتعاون تادي اللي بهما عام خاص، دونك المجتمع يتحمل مسؤوليه انه يوفر حياه كريمه للبطالين العاطلين عن العمل. هذه الفكره تاع سواء البطالين ولا لي زونديكابي ولا كتار. هذا الفكره تاع التضامن الاجتماعي. هذه هي يعني كي تطيح بيا انا زعما قال يا اما ما خدمت يا اما ما لقيتش خدمه ولا حوزوني من الخدمه، واش ندير؟ تخليوني نموت؟ لا ما تخلينيش نموت، تعاوني
كوتيزي عليا باش من بعد حتى كي نلقى خدمه وانت تطيح بيك نعاود نكوتيزي عليك. هذا هو المنطق تاع لا بونسيون شوماج. بصح علاش قلت بريكولاج؟ لانه داروها لا كلاسيفيكاسيون داروها حسب المناطق، وهذه ما فهمتش المعنى تاعها. زعما الجنوب يدي 14000 دينار، الشرق يدي 12000، والوسط والغرب يدي مليون. بون انا ما فهمتش المنطق تاع بون الجنوب نزيدو لهم اني معاها، لانه في الجنوب فيه بزاف مشاكل تاع راكم تعرفوا الجنوب مهمش من ناحيه التنميه، دونك لازم تعوض له الانفراستركتور نفسها، دونك لازم تعوض له نزيدو في لابونسيون. بصح علاش الشرق والغرب مش كيف كيف ما فهمتش عليها. اون بليس كاين مشكله واحده اخرى ثاني ما داروهاش، وهي منطقي نورمالمون تندار. نورمالمون لابونسيون شوماج تندار حسب لا كاليفيكاسيون، تندار حسب لو لا كاليفيكاسيون بروفيسيونيل ولا يونيفرسيتير. بمعنى ماشي كيما واحد جامي خدم ولا جامي دار تكوين ولا جامي قرا، كيما واحد خدم وبرد الخدمه تاعو، كيما واحد جامي قرا، كيما واحد قرا ما لقاش خدمه. ماشي كيف كيف، كيما واحد طلع دكتور وما لقاش خدمه، ماشي كيما واحد جامي قرا. نورمالمون هذاك بور لو غار تاع دكتور تزيد له حسب لا كاليفيكاسيون. نورمالمون كيما هكذا، لما واحد تاني دار تكوين مهني وما لقاش خدمه ولا بيريود تاعو تشومر فيها، تعطيه اكثر من واحد ما دارش تكوين. اي سي دو سويت بون البارام، هادي امور تقنيه تدخل. بصح نورمالمون تكون حسب لا كاليفيكاسيون، ماشي كامل نفس النيفو. هادي تاع كامل في نفس النيفو وتتبدل من ريجيون لريجيون مات لي بريكولاج، ما عندهاش معنى. علاش ما حسب لا ريجيون؟ تسمى واش معناتها؟ معناتها الشرق اقل تنميه من الغرب؟ لا، سا ديبون الولايه. قسم طينا في الشرق ديفلوبي خير من تيبازا مثلا اللي في السونتر، اللي من المديه اللي في السونتر. قسنطينه ديفلوبي خير من بار اكزومبل شلف مثلا اللي هي في الغرب ايتترا. راكم فاهمين؟ دونك تجي ديرها حسب لا ريجيون، ماشي كيف كيف، على خاطر داخل نفس لا ريجيون كاين ولايات ديفلوبي اكثر من ولايات اخرى. دونك على ليميت اذا داروا كالكول، حتى اذا حبوا يديروا تمييز حسب لا ريجيون، او موان داروا كالكول شحال نسبة التنمية ولا شحال المداخيل تاع الدولة اللي يجيو من كل ولاية. هنا تكون بلو سيريوز. اذا جاوني مداخيل من مثلا من بسكرة طون ومن وهران طون مش كيف كيف، تم نميز. بصح لا، هما داروا حسب لا ريجيون. وديجا كان مشكل على فات بوزا، وين يبدا وين يحبس الشرق، وين يبدا وين يحبس الغرب، وين يبدا وين يحبس الوسط. ثاني مشكله، اسكو شلف في الغرب ولا في الوسط؟ هذه راهي في النص. اسكو بجايه في الغرب ولا في الوسط؟ لوجيكمون بجايه في الشرق. يعني لوجيكمون الشرق واش هو؟ كاين السونتر، صار دير هذاك لا ليني هذيك اللي في سونتر الخط، واللي بحده كامل في الشرق. زعما كيما بصح هما لا ريجيون تاع الشرق دوك يحسبوا فيها منطقه القبائل والالجير، الجيروا بليدا تيبازا. بصح وين يبدا وين يحبس هادي ابو بري سي الياتوار، ماهيش زعما قال منطق علمي. يعني هذه المشكله، ما داروهاش حسب لا كاليفيكاسيون، وما داروهاش حسب تاني لو سميك، باسكو نورمالمون يكون يتبع نسبه تاع لو سميك. مثلا ايماجين العام الجاي 2022 تطبق، العام اللي وراه 2023، اذا طلعت نسبه التضخم ب 5% مثلا ولا ب 4% ولا، واش نديرو؟ اسكو لا بونسيون شوماج تتبع لا التضخم ولا لا؟ باسكو اذا كانت لا بونسيون شوماج ولا لي سالير اون جينيرال ما يتبعوش التضخم، واش معناتها؟ معناتها دراهمك راحوا، هاك تبقى تديها. بصح في لا رياليتي دراهمك يدوبوا في التضخم. هذه هي المشكله، هذه ثاني ما حسبوهاش. دونك نورمالمون يديروا له بارام لا بونسيون شوماج حسب لو سميك وحسب نسبه التضخم ثاني تبعها. نورمالمون كيما هكذا. بون هذا سي بريكولي بصح، سي بريكولي بصح، ديما ديما خير من والو، خير من ما كانش. باسكو قبل ما كانش اصلا. دونك البطال يعيش على ظهر والديه ولا يدبر راسه باش يلقى خدمه ولا ما عملش ولا يدير دي بتي بولو بريكار ويدبر راسه. لا بصح المبدا تاعها هادي ما قالوهاش راح تطبق. نورمالمون اذا بروبوزاو لك خدمه ورفيزيتها، نورمالمون مع الوقت ينحيوها لك، باسكو تما وليت محسوب فنيان ماكش حاب تخدم، باسكو هادي عاطل عن العمل حاجه، مش قادر يخدم حاجه، عاطل عن العمل عندها معنى، ومش حاب يخدم عندها معنى واحد اخر. ماشي كيف كيف في زوج نورمالمون، كيف هكذا. دونك هادي الفكره تاعي كي هضرت على قضيه لا بونسيون شوماج. دونك كاش ما كاين سؤال، سي مينوت ما هذا هو برك، نخلي نحبسو هنا برك. هذا هو، انا هضرت على بليزيور سوجي، هاني البارح درت لايف واليوم درت لايف ثاني. دونك فوالا، دونك اذا ما كاش سؤال نخليكم دركا برك، نصبر شويه حتى يجيو الناس تكتب. ها كاين واحد قال لي من قبل تريكو هذا، قال لي فير الفير هذا فير تاع ميليتير. انا جيت لبسته بالدمه، يقول لك تريكو هذا ميليتير. نقرا شويه، ما كاش كومونتير. اذا ما كاش سؤال
دركا هاي 9:10، اذا ما كانش كيستيون نخليكم برك. صافي دي وقتاش بديت اللايف؟ اللايف الاول 3/4 دور، اللايف هذا هادي كي تما تفوت 50 دقيقة، تفوتها دي باس لي 5 مينوت. نشوف برك في الفيسبوك واش خرج. فوالا فوالا، نخليكم دركا برك يا جماعه، ترى في روحكم. ونشكر الناس اللي شاركت، والعقوبه للايف لحلقه قادمه. هيا السلام عليكم.